مساء الخير، تحية رياضية من صفحة الاف ال بي مباشرة من مجمع الرئيس ميشيل سليمان بجبال. رح نكون معكم على موعد مع جيم جديد من بطولة السامر ليج اندر 23، مباراة الليلة عم تجمع فريقي منتخب لبنان اندر 16 وبيبلوس. التيم اي على السكور شيت هو منتخب اندر 16، لكن ببطولة السامر ليج المنتخب عم يلعب على ارض الفريق يلي عم يواجهه. انا انطوني سلامه رح كون معكم على التعليق، وعم يرافقني مثل العاده جورج مخايل على الاخراج وجوزيف خوري على التصوير. منتخب اندر 16 بلش البطوله بغياب كال ازح ويوسف خياط. اليوم يوسف خياط وكال موجودين مع المنتخب بعمليه الوارم اب، بينما فريق بيبلوس من وقت قليل انهى عمليه الوارم اب واللاعيبه عم يتلقوا التعليمات من الكوتش جورج جعجع. بالنسبة للستارتينج فايف عند الكوتشز من ناحية المدرب باتريك سيبا، الباك كورت مؤلف من مالك سليمان وكابتن الفريق رودي حاج موسى، بيتر ديكرمانجيان وستيفن فرح على الثري والفور. أما اللاعب على البوزيشن فايف اليوم رح يبلش ديمتري نادر، يعني يوسف خياط وكال إزح منهم باشين بالستارتينج فايف. كمان البيك جاي يلي عادة عم نشوفه ستارتر أمين معلوف منهم بلش بأول فايف. من ناحية بيبلوس الباك كورت مؤلف من جوبو شاهين وكابتن الفريق توفيق صقر، رواد عيد مبلش على البوزيشن 3. أما الفرونت كورت فهو مؤلف من فريدي خويري وإلي بدران. فريدي خويري هو عادة لاعب بيلعب كوينج مثل ما شفناه بالجيم ضد أنيبال، كمان عم نشوفه هون بمباراة الليلة عم يبلش على البوزيشن 4. عم يغيب عنهم بيبلوس البيج جاي ناهي الخوري بسبب الإصابة، كمان عم يستمر غياب جورج جونيور بيروتي. بالنسبة لحكام الجيم بهالمباراة، الحكم الدولي جينيفر عموري عم تحكم، إلى جانبها الحكمين الاتحاديين إلياس الخوري ورواد جابي. بالنسبة لحكام الطاولة أنجيلا عساف على السكور شيت، جوليا محفوظ على الوقت، شرب الصفير على 24 ثانية. أما مراقب المباراة فهو لاعب الكهرباء السابق سهيل صفر. لحظات قليلة بتفصلنا عن بداية المباراة. رح نحكي عن وضع الفريقين بالترتيب بمجموعتهم. بذكر أنه أول فريقين من كل مجموعة بيتأهل للدور نصف النهائي بعد نهاية مرحلة الإياب. أكيد هيدي آخر مباراة لهالفريقين بمرحلة الذهاب من الجروب اي يلي بيتصدروا الرياضي يلي انهى مبارياته بمرحلة القلية باربع انتصارات من دون خسارة. بيبلوس عنده فوزين وخسارة، ان اس اي واندر 16 عندهم فوز وخسارتين كل واحد منهم، بينما انيبال زحلة فهو بقاع الترتيب بثلاث خسارات من اول ثلاث مباريات. الستارتينج فايف تبع فريق بيبلوس صار على ارض الملعب، رواد عيد ما رح يلبس رقمه الاعتيادي 16 بهالجيم، رح يلبس الرقم 9 يلي لبسه سابقا إلي ستيفان مع الفريق الجبيلي. بالنسبة للحكام، الحكم جينيفر عموري بلشت مسيرتها التحكيمية بأيلول 2017، حصلت على الشارة الدولية من الفيبا بشهر أدار 2019. رواد جابي بلش مسيرته بال2008 بالتحكيم، والياس الخوري بال2012. اللاعبين الخمسة تبع بيبلوس عم يتحاوروا بأرض الملعب. بذكر انه منتخب اندر 16 حقق اول وين له بهالبطولة بملعب القلبين الاقدسين بزحلة على فريق انيبال. اللاعبين العشرة صاروا جاهزين لبداية الجيم. بذكر انه المدرب باتريك سيبا مدرب الاندر 16 بعينه جد صعب، بينما على بنش بيبلوس الى جانب مدرب جورج جعجع موجود مدير الفريق الجبيلي واللاعب السابق بالفريق جورج يعقوب. الجام بول الوحيدة بين إلي بدران وبيتر، والجام بول رح تنعاد
عم تطلق الحكم جينيفر عموري والمباراة عم بتبلش. أول بوزيشن بالجيم لبيبلوس. منتخب الأندر 16 بلش بدفاع مان تو مان وباكورد فايوليشن عم يقع بفخة اللاعب جوبو شهيم يلي شارك الموسم الماضي بالدرجة الثانية مع فريق الجمهور. هو لاعب بيقدر يلعب كبوينت جارد وكشوتينج جارد. بيتر على الانباوند. ديمتري بيستلم على الوينج. هاند اوف لبيتر ديكامنشيان. كيف رح يكون وضع بيبلوس اليوم بغياب البيج جاي الاساسي؟ ست ثواني بقى على الشوت كلوك. هون اندر 16 اخذوا الطعبه بعد نص الملعب. توفيق حاول يسرق الطعبه وبازر بيتر من بيتر ديكامنشيان. هيدي اول سلم المباراه. توفيق صقر بيلعب البيكر رول مع إلي بدران على تسكيب باس لرواد بيسدد الكونا 3 ريباوند دفاع لستيفن فرح. بيتر كان عنده ريفلاكس كتير منيح خلص الطابة قبل ما تطلع للأوت. المدرب جورج جعجع مبلش كمان بمان تو مان. عم تلعب البيكن باب. رودي كان في ديمو سكرين من ديمتري نادر وسوء تنسيق بين رودي حاج موسى وستيفن فرح بيرد البوزيشن لبيبلوس. صار قاطع دي او ثلاث ثواني على بداية الجيم. سلة وحيدة سجلها بيتر ديكامنشيان. رودي عم يبلش المباراة عم يدافع على رواد عيد يلي سجل 39 نقطة ضد انيبال زحلي. رواد بيك من إلي بدران يلي بيعمل الرول بيخسر الطعبة ورودي بيعمل ستيل. كويك باس لعند ستيفن فرح. منتخب أندر 16 بهدي الهجمة. مالك بيستلم طابة بيك من ديمتري نادر يلي بيعمل بوب أوت. بيتر بيعمل الهاسل لكن هالمرة ما بيخلص الطابة بنجاح. توفيق صقر بيروح بالفاست بريك. جريت ديفنس من رودي. ريباوند هجومي لإلي بدران. بيك من فريدي خويري يلي بيعمل بوب أوت. جو بيسدد من الميد رينج. الريباوند بيسيطر عليه ستيفن فرح. نقطتين بس تسجلوا بأول دقيقتين من الجيم. مالك بيعمل ستابس وإيزي بلاك من إلي بدران. رودي عمل سبين حلو كتير لكن الطابة فلتت من إيده. عم يضغطوا بكل أنحاء الملعب لاعبين مدرب باتريك سيبا. توفيق بيتخطى نص الملعب وإيقاع الهجمة عم يهدى. محاولة جيفن جو باونس باس لجوبو شاهين يلي بيعدل النتيجة. أول سلة لبيبلوس إجت بعد مرور دقيقتين ونص على بداية الجيم. ستيفن بيستلم على الكورنر عند جود سبيس اترينز. أول ثري بول بهالمباراة عم تكون من توقيع لاعب فريق برينرز ستيفن فرح. التقدم 5-2 للأندر 16. بيكرول عم تلعب بين توفيق وفريدي. كيك اوت لعند رواد بيسعدن ويك 3 عم يضيع الريباوند هجومي لجوبو شاهين. 14 ثانية جديدة لبيبلوس. جو عمل كروس اوفر اخترق عكس سكرين رائع هالبلاي من جوبو شاهين. أربع نقاط لقلو بالجيم. هو وصل لعتبة 20 نقطة بالمباراة ضد انيبال زحلي بهالبطولة. ريباوند لصالح رواد عيد. اوت باس لعند توفيق صقر بيصطدم برودي حاج موسى والظاهر هون في بلوكينج فاول. بوشينج فاول بيحتسب الحكم الياس الخوري بما انه كان توفيق بحسب اعتبار الحكام اكيد بلش يعمل الستابس لما حصل على الفاول. رح يكون عنده فري ثروز. بيضيع الفري ثرو الاولى. بذكر كمان انه مباريات السامر ليج بتقدروا تحضروها كمان لايف على تطبيق الفا سبورتس. توفيق بيضيع الرميتين. ستيفن بيربح معركه الريباوند. مالك بينطلق بشكل سريع. جوبو شاهين رجع على الديفنس عم يلعبوا الفايف اون فايف.
رودي عنده جود سبيس بيسدد عن 3 وهي دقيقتين ثلاثية للأندر 16. أول سلة لكابتن الأندر 16 بالجيم. التقدم 8-4. توفيق كيك أوت لعند جوبو شاهين جرب يفضح عقله لكن قبل دعس على السايد لاين مثل ما بيأكد الحكم رواد جابي. يعني بأول مبارتين للأندر 16 ضد الرياضي وضد NSA كنا عم نشوف هذا الفريق عنده مشاكل كبيرة بالثري بوينت شوتينج. لهلأ بظرف أقل من نص كوارتر سجلوا ثلاثيتين، على أمل يكون هذا المؤشر مؤشر أكيد هذا الشيء يكمل مع المنتخب، لأنه هذه المباريات أكيد تحضير لبطولة آسيا أندر 16. شفنا مشاكل كبيرة بالثري بوينت شوتينج وبالفري تروز، بداية كتير منيحة عن ثري بوينت شوتينج. تمريرة بيقطع بيتر بيخلصها للطابة فريدي خويري، توفيق ايد بوجهه عن ثري المحاولة اير بول. الظاهر اعتقد انه كانت رح تصفر الشات كلاك. مالك بيعمل كروس اوفر بيعمل ستابس وبيسجل مع الجلاس. اربع لاعبين من اصل خمسة من ناحية منتخب لبنان أندر 16 مسجلين بهالفريق، وإلي بدران بيرد بسرعة. أول لاعب ببيبلوس غير جوبو شاهين عم يسجل. النتيجة 10-6. بيتر استلم الهاند أوف بات باس ما قدر يلقطها ستيفن فرح وباك كورت فايوليشن بترد البوزيشن لبيبلوس. تمريرة كانت كتير قوية وعالية. أربعتاشر ثانية لبيبلوس بهالهجمة لأنه أخذوا الطابة من بعد نص الملعب. مالك عم يدافع على توفيق وبيرتكب أو بيحصل على التشارجينج فاول. المدرب جورج جعجع اتفاجأ من الصافرة الأخيرة. رجع عبر بطريقته عن اقتناعه بالصافرة. مالك بيستلم الهاند اوف. رودي كان عم يركب كروس سكرين لديمتري نادر يلي بيستلم على البوست. 2 بوينتس. خمس لاعبين اللاعبين الخمسه بالستارتنج 5 تبع منتخب لبنان اندر 16 سجلوا نقاط. النتيجه 12-6 لالون. وخطا بيحصل عليه رواد عيد. بلوكينج فاول على بيتر ديكر مانجيال مثل ما أكدت الحكم الدولي جينيفر عموري. توفيق بانتظار البيك من إلي بدران يلي بيعمل الرول جرب يعمل سبليت للديفنس. خمس ثواني باقي على الشوت كلاك. الثلاثي بيضيع فريدي خويري وريتشينج فاول على توفيق صقر مثل ما أكد الحكم رواد جابي. ست نقاط لبيبلوس بأول ست دقائق لعب. بذكر أنه بيبلوس عم يلعبوا بغياب السنتر الأساسي تبع هالفريق. ومالك سليمان دعس على السايد لاين مثل ما أكد الحكم الياس الخوري. توفيق يتخطى نص الملعب. اللي بدرع عمتله بالطابع على البوست. ظهر المدرب باتريك سيابا كان عم يطالب بالترافل سبلاش. أول ثلاثية لرواد عيد بهالمباراة عم يقلص فيها الفريق لثلاث نقاط. ديمتري بيخسر الطابة بقلب البينت وبيرتكب الترافل. ظهر حرك الإجرتين هو وحامل الطابة.
بيتر عم يدافع على جوبو شاهين يلي عم يطلع الطابة. رواد استلم على الوينج كان على وشك يدعس على الصعد لاين بيخسر الطابة. مالك سليمان بمر لونج باس لبيتر دكال منجيان بيسيطر على الطابة تحت السعلة شيبتو بونس ومعون الفاول. هيدي رابع نقطة لبيتر بالجيم. المدرب جورج عشا عم يسحبه لرواد عيد من أرض الملعب وبديله جورج أزي لاعب هو أساسا بيلعب مع الأندر 14 كمان شارك مع فريق برينرز أندر 16 يعني هو عمره تحت ال 14 سنة. بذكر أنه بيتر ده كمان جيان الموسم الماضي كان موجود بتشكيلة رجال الشانفيل بالدرجة الأولى. هو إذا ماني غلطان أفضل ريباوندر ببطولة لبنان أندر 16 عم يسجل نقطته الخامسة. ظاهر عم يلعب المدرب باتريك سيبا 1-3-1 زون بريس. توفيق صار على الوينج ظهر عم يلعبوا 1-3-1 زون ديفنس حتى لما بيبلوس يمرق الطابة للفرونت كورت يعني لبعد نص الملعب. 9 ثواني بقى على الكلاك. فريدي استلم الباونس باس كيك اوت لعن توفيق اترينز. اول سلة لتوفيق صار بهالمباراة تاني ثلاثية لفريق بيبلوس بالجيم. التقدم 15-12 لصالح الاندر 16 دقيقتين ونص باقي من الكورتر الاول. بيتر بيستلم ورا الارك عم يدافع عليه توفيق صقر بجرب يقطع عنه بياخذ الفاول من دون ما قدر يسجل. الحكم الياس الخوري اعتبر انه الخطا صار قبل ما يبلش بيتر يعمل الستابس مشان هيك الطابه راح تكون من برا. الخطا رقم 2 على توفيق فاول ترابل من ناحيه فريق بيبلوس. محاوله لعب ما قدر يسيطر على الطابه ستيفن فرح يلي بيساعد جامب هوك 2 بوينتس. خامس نقطة لستيفن بالجيم. الطابة وصلت لبعض نص الملعب لعند فريدي خويري. الموسم الماضي لعب درجة تاني مع الإحياء وآخر تاتش كانت على إلي بدران. خسر الطابة تحت الضغط. التايم أوت الأول بهالمباراة عم يطلبه لاعب فريق بيبلوس سابقا ولاعب النوبين بشري سابقا المدرب الشاب جورج عجعه. لهلا ستيفن فرح وبيتر ديكرمانجيان مسجلين سوا 10 نقاط من اصل 17 للاندر 16. الاندر 16 سجلوا ثلاثيتين لهلا مقابل كمان ثلاثيتين لفريق بيبلوس. لاعب وحيد ارتكب خطأين لهلا هو توفيق صقر. دقيقتين وست ثواني باقي من هالكوارتر. بوزيشن مع الاندر 16 من بعد التورن اوفر يلي ارتكبوه بيبلوس. مالك سليمان لاعب فريق هوبس طلع الطابه. ديمتري استلم ظهره للسله. ستيفن بيسدد من الميد رينج
ريباوند هجومي لديمتري نادر بيضيع من السكند شانس. ستيفن بيأمن الثيرد شانس بيتوقف بمواجهة إلي بدران. البوزيشن للأندر 16 يلي عندهم 8 ثواني بهالهجمة. بيتر استلم الهاند اوف بيعطي سكيب باس لستيفن فرح يلي بيدوره بيدعس على السايد لاين. كيف رح يطلعوا بيبلوس طابة تحت ضغط الزون بريس بمواجهة ال 131 حاليا. بات باس بترد البوزيشن للأندر 16. بيبلوس متأخرين 17-12 دقيقة وثلث باقي من الربع الأول. مالك عم ينبش على تيم ميت. ديمتري بيستلم رودي عم يطلب الطابع على البوست بمواجهة جورجيو أزي وخطأ على جورجيو مثل ما بتأكد الحكم جينيفر عموري. رابع تيم فاول على بيبلوس ما في فري ثروز. توفيق عم يطلع من أرض الملعب ورواد عيد عم يرجع. ١٣ ثانية باقي بالهجمة. ديمتري بيعطي الكيك اوت لمالك سليمان يلي بيسيطر على الطابة بصعوبة. خمس ثواني باقي للأندر 16. 2 بوينتس. سبع نقاط لبيتر بالجيم. الفرق سبعة. 45 ثانية باقي من الكورتر الأول. إلي بدران ما قدر يستلم على البوست. الستيل بيحصل على الكريدت بالستيل. مالك سليمان 2 على 1 ادفانتج بالارقام واللفت لايب عم يسجلها ديمتري نادر. الفرق 9 وجوبو شاهين بيحصل على البلوكينج فاول. هيدا رابع نقطه لديمتري بالجيم. الخطا الثاني على بيتر ديكرمنجان. 26 ثانيه فاصل 2 باقي من هالكوارتر. جوبو شاهين جرب يعمل ستابس لكن وقع بالترافلينج فايوليشن. الشات كلاك انطفت. ممكن كتير تكون هيدي اخر هجمة بالكورتر الاول. أكيد تنشيف أرض الملعب كتير مهم ليجربوا قد ما فيهم يخففوا خطر الإصابات. دخلنا آخر عشر ثواني من هالكوارتر. ستيفن استلم ورا الأرك هاند أوف لمالك سليمان. بيك من ديمتري نادر. بيتر إكسترا باس لستيفن يلي بيسدد على البازر. سبلاش بازر بيتر عم يسجلها ستيفن فرح. هيدي تاني ثلاثية له بالجيم. نقطه رقم 8 عم يكون حاليا افضل مسجل بالمباراة. الكوارتر الاول مشاهدينا عم ينتهي بتقدم الاندر 16 على بيبلوس بفارق 12 نقطة. النتيجة 24-12. فأذن بالنسبة لأفضل سكوررز ستيفن فرح مسجل 8 نقاط منهم ثلاثيتين. بيتر ديكرمنجان 7 نقاط من ناحية الأندر 16. بينما أفضل سكورر ببيبلوس هو تشو بوشهين بأربع نقاط.
يعني إذا الأندر 16 بيربحوا جيم اليوم وإن أس أي بيخسروا بكرة ضد أنيبال، الأندر 16 بيخلص مرحلة الألي بالمركز الثاني بهالمجموعة، بينما إذا أندر 16 بيربحوا اليوم وإن أس أي بيربحوا بكرة على أنيبال، إن أس أي بيخلص ثاني أو بالأحرى بتعادل لثلاث فرق يلي هن بيبلوس إن أس أي وأندر 16. هون بتصير عملية حسابات، منبلش أول شيء بعدد الانتصارات والخسارات بالمواجهة المباشرة، بالمواجهات المباشرة عفوا، ومن بعدها إذا صار في تعادل منروح للسكور ديفرنس. الكورتر الثاني بلش، ديمتري استعمل باونس باس كيك اوت لعم بيتر، اكسترا باس لدودي حاج موسى بيخترع على البيس لاين دبل كلاتش، كان قريب انه يسجل سلة فنية بامتياز. بيتر بيسدد عن ثري ما بيسيب الرم، وستيفن فرح عم يسجل نقطة العشرة وعنده تشانس يعملون 11. الخطأ على أليبا دران، هذا خطأ الأول بالجيم. لأول مرة عم يوقف على الفاول لاين، بيضيع الفريترو، ريباوند لجورجيو أزي، في على تراب على الصعيد لاين، جرب يعطي الباونس باس لجيسون، التمريرة قريها كتير منيح ديمتري نادر، فاست بريك للأندر 16 وترافلينج فايليشن ظهر على بيتر. رواد بيعطي باونس باس لإلي، بيعمل ستابس على البيس لاين كيك اوت لعند فريدي خويري، بيسدد الكورنر 3، ريباوند لرودي حاج موسى، لعب ان اس اي بمرر لمالك سليمان، بيصطدم بجيسون كيريلوس يلي بيرتكب البلوكينج فاول مثل ما اكدت لعبه منتخب لبنان السابقه جينيفر عموري. رودي استلم بعد السكرين، جرب يعطي الكيك اوت، الطابه بهديه بيتر ديكرمانجيان، طابع عم تبرم على البرومتر، بيتر اتخطى رواد، تمريرة ما بتوصل عند رودي، رواد عيد بيعمل ستيل. جورجيو أزي بإيقاع هادي بالترانزيشن أوفنس، محل درايف على البيس لاين، الباونس باس ما بتوصل عند إلي، وستيل جديد عم يعمله رودي، بيروح بالفاست بريك، اكسلنت فوتورك، عمل ستابس، حرر حاله من الدفاع لكن ضيع الإيزي فينش. جورجيو أزي بيهدي إيقاع الهجمة، رواد بيسدد بعد الكاتش، الريباوند دفاعي لبيتر ديكرمانجيان. لهلأ نقطتين كمان تسجلوا بأول دقيقتين لعب، بيبلوس عم يلعبوا زون، مالك بيعمل ستابس كيك اوت لعند رودي، اكسترا باس لبيتر يلي بيخترق وبيخسر الطابة، ظاهر صار في كونتاكت حسب ما قال الحكم الياس الخوري، احتسب خطأ على فريدي خويري يلي تفاجأ من الصافرة الأخيرة. عبد الصباغ عم يعمل أول دخول له بالجيم، مثله مثل أمين معلوف. عبد الصباغ كان هداف السوامي فاينل ببطولة لبنان أندر 16 بين هوبس وأنرجي. بيتر بيضيع الفريترو الأولي، المدرب باتريك سيب عم يقول له ياخد وقته قبل ما ياخد التسديدة. واحدة من اثنين، تمني قط لبيتر. جو أبو سمرة كمان عم يعمل أول ظهور له بهالمباراة بدلا من مالك سليمان. إلي استلم ورا الأرك، بيركب البيك وبيعمل الرول، بيستلم تمريرة تحت السلة، 3 مان جيم بلشت ببيك الرول، والأسيست كان من جيسون كيريلوس، رابع نقطة لإلي بدران بالجيم. ستيفن بيسدد من الميد رينج، عم يكون اليوم on fire.
12 نقطة لستيفن فرح، 29-14 مسجل تقريباً أتكل نقاط فريق بيبلوس. بيكرول بين جورجيو الأزي وأليم الدرعان، جيسون فاضي كان عن 3 ريباوند هجومي، ما رح هذا يكون هجومي أما لا ما رح يكون هجومي رح يكون دفاعي لبيتر. فاست بريك مع جو أبو سامرة بيعمل ستابس، خسر الطابة والستيل بيعمله جيسون، لكن جو أبو سامرة كان قريب يرد عليه بستيل. إلي عم يطلب الطابة بقلب البيت، عم يسكر ميلة استلام الطابة أمين معلوف، رواد عطل كيك أوت لجورجيو أزي، 7 ثواني بقي على الشوت كلاك، رواد بيستلم بعد ما 4 ثواني 3 ثواني، جيسون بيسدد على البازر، الريباوند لصالح أمين معلوف، كان أخذ جريت بوزيشن قبل المان تبعه للديفنسيف ريباوند. تسديدة عن 3 المحاولة تسجلت، لأنه هون في مشكلة بالشبك، كنا عم نعتقد أنه ممكن تكون محاولة إير بول، ظاهر المحاولة احتسبت نقطتين لعبد الرحمن الصباخ، أول سلة لعبد بالجيم. رواد بيسعدد لونج 3، الريباوند لصالح جو أبو سمرة، صانع ألعاب فريق أنرجي. بيك ركب له ستيفن فرح، الظاهر بيبلوس عم يلعبوا 1-2-2 زون ديفنس، ستيفن بيسعدد من الميد رينج، هالمرة بيضيع، أمين ما قدر يسيطر على الريباوند، محاولة فاست بريك بهديها جورجيو أزي، لعب فريق برينرز يمررها لزميله جيسون، بيركب البيك لشرب الأغناطيوس، بيك باب عم تلعب، جيسون بيسعدد عن 3، الريباوند لعبد الرحمن الصباغ. جيفن جو بين ستيفن فرح وبيتر، لكن ستيفن وقع بالترافل. كامل أزح ويوسف خياط يلي ربحوا جائزة أفضل سكورر وأفضل لاعب على التوالي ببطولة العرب الأخيرة، عم يعملوا أول دخول لهم بهالمباراة. جورجو نقل الطابة بهاند باك، عم يدافع عليه يوسف، لاعب طوله حوالي المترين، لاعب هو عمره تحت ال 16 لكن بفرنسا لعب ببطولة فرنسا لتحت ال 21 سنة. تسديدة لونج 3، بداية منا موفق لرواد عيد، يوسف خياط بالترانزيشن اوفنس بيعطي كيك اوت لعن كال ازح، اكسترا باس لجوبو سمرة، كال بيستلم الباونس باس، طابع عم تبرم حاليا على بيرومتر، عبد الرحمن بيعمل ستابس بيتوقف بمواجهة الي بدران، ورواد عيد بجرب يعمل سبرنت، جرب يلعب الفاست بريك لكن التمريرة كانت ديفلكتد. نقطتين بس لبيبلوس بأول 5 دقايق ونص من هالكوارتر، وكارل ما قدر يسيطر على الطابة، بذكر أنه كارل هو راجع من مزق بالمنيسك، كان في ريسك يكون عنده إصابة ACL لكن الحمد لله هذا الشيء ما صار. بعد ما وصلت جهوزيته لنسبة 100% بالرغم من أنه عمل بيج جيم بمباراته الأخيرة ضد هوبس، لكن فيزيكلي ومنتلي بعد منه جاهز 100%. ويوسف خياط عم يستفيد من الأدفانتج اللي عنده هي بالطول، وبيعمل الريجكشن لحط الطابة بالأوت. إلي استلم على البوست، بيعمل بوب فيك أب أند أندر، جورجيوس موف من إلي بدران، هيدا نقطة السادسة بالجيم، الفارق 15. عبد الصباخ كيك أوت لعند يوسف خياط، كيف رح يتعامل مع الطابة بهالهجمة؟ خسر الطابة من دون ما يقدر يخلصها من الأوت. أقل من 4 دقايق باقي للهاف تايم، هون صار في سويتش على البيك رول، هون صار في تراب بهالوقت، إلي بدران بيعمل سبين على البوست وترافلينج فايوليشن، عم بتأكده الحكم الدولي جينيفر عموري،
يوسف استلم على الوينج جرب يعمل درايف بيهدي إيقاع الهجمة. أمين معلوف بيعمل بامب فيك جرب يعمل جاب ستاب. يوسف بيعمل ميدل درايف بيسدد الرانر بيحسم الأوفنسيف ريباوند بيجرب مرة تانية كمان عم يضيع بأمن الثورد شانس بيحاول مرة تالتة وبياخد الشوتينج فاول. لعب مواليد سنة 2003 بالدوري الفرنسي أندر 21 هو لستد كسمول فورورد. معدلاته مع ليموج الموسم الماضي حوالي 9 نقاط و4 ريباونز بالجيم الواحد. معدلات كتير مهمة للاعب أندر 16 عم يشارك ببطولة أندر 21. يويو بيضيع الاثنين فري تروز الريباوند لأنتوني عساف. جو كاد يخسر الطابة باونس باس لعند إلي بدران جرب جو يلعب معه الجيفن جو. جو بيسدد بعد الاكسترا باس الريباوند دفاع لأمين معلوف 31-16 أربع نقاط بس لبيبلوس بهالكورتر بأول 7.5 بهالكورتر. وكان الأزح عم يسجل أول سلة لقلو بالجيم والرد بيجي بشكل سريع من جوبو شاهين. الخطأ على كارل أزح اعتبر الحكم رواد جابي أنه صار في كونتاكت بين إيده لكارل وراسه لجو. بيبقى رصيده على 6 نقاط الريباوند ليوسف خياط تمريره السريعة لعند كارل أزح. أمين معلوف بيعمل الباور موف بقلب البينت لكن إلي بدران بالمرصاد فاست بريك مع توفيق صقر يلي بيسدد جرب يعمل اللعب فوقه ليوسف خياط ظاهر ما قدر يسيطر على الفوتورك تبعه وخطأ عم يرتكبه أنتوني عساف. كان رايح بهاي باور بالدرايف يوسف خياط بلاكينج فاول عم يحتسبها الحكم رواد جابي. الظاهر فريق بيبلوس اتخطى الفاول ليميت. يوسف بعد ما سجل بالجيم هيدي نقطه الاولى. اثنين من اثنين توفي استلم على الوينج باونس باس لعند إلي بدران يلي بيسدد من الميد رينج اير بول. كمان جرب توفي يلعب معه الجيفن جو ليلي ما بيعرفش يعني جيفن جو يعني هي مثل الوان تو بالفوتبول تسديده وينج 3 ويوسف بيأمن الاوفنسيف ريباوند. بيستلم مره جديده على الوينج هاند اوف لكارل ازح عم جرب يتلاعب بأنتوني عساف بيعمل ستابس قدر يفتح ميله الشمال يلي هو بيرتاح فيها. اربع نقاط لكارل اوف ذا بنش 37-18 مباراة خارقة للأندر 16. توفيق بيعمل دابل كلاتش ما قدر يسجل عم يطالب هوني بالشوتينج فاول. الأندر 16 عندهم أدفانتج بالأرقام 4-3. عبد الصباغ بيسدد الكورنر 3 الريباوند بيسيطر عليه كارل لاعب طوله 1.92 وعمره 15 سنة بس حتى صار أطول شوي من والده. وغريت فوتورك من أمين معلوف تحت السلة بيقطع الفارق عن عتبة 20 نقطة 39-18. التايم أوت الأخير لبيبلوس بأول هاف عم يطلب الكوتش جورج عشع. ذكر انه افضل سكور بالجيم ما زالوا ستيفن فرح ب 12 من بينهم ثلثيتين. هو اللاعب الوحيد يلي قطع عتبة العشر نقاط
المدرب جورج جعجع، مؤخرا تم تعيينه assistant coach لمنتخب لبنان للسيدات. الهيد كوتش هو الصربي ميلان كوتاراش. وان ثري وان زون بريس الظاهر عم تلعب. جو بمرر الدغلة عن شربل، مرق الطابة لبعض نص الملعب. آخر 45 ثانية من هالكوارتر. اترينز أول سلة لأنتوني عساف بالجيم. المدرب جورج عجع الظاهر عم يلعب 2 3 زون. يوسف بيستعمل كيك أوت، كان عم يعمل درايف، طابع عم تبرم حاليا على البرومتر. كعل بيسد الكورنر 3 اير بول ريباوند لانتوني عساف. الشوت كلاك انطفت. هل رح تكون اخر هجمه بهالكوارتر؟ جو بيعمل دل درايف دبل كلاتش، بيتوقف بمواجهه امين معلوف. اخر سبع ثواني بهالكوارتر، ادفانتج بالارقام 3-1. ويوسف غياط عم يسجل اول فيلد جول له بالجيم، بما انه اول نقطتين اجوا من فري ثروز، وعنده تشانس يعمل النتيجة الدبل سكور بالرمية الإضافية. هذا الشيء ما بيعمله. الريباوند لأمين معلوف بعد معهم 3 ثواني. ثاني تاين وبعزر بيتر عم يسجلها يوسف غياط. الكوارتر الثاني مشاهدينا عم ينتهي بتقدم 22 نقطة لمنتخب لبنان أندر 16 على بيبلوس. النتيجة 43-21، 9 نقاط بس لبيبلوس بتاني كوارتر مقابل 19 للأندر 16. بريك قصير رح ناخده نحن وياكم على الهاف تايم، وبنرجع معكم لمتابعة المباراة. خليكم معنا.
مشاهدينا من صفحة الاف ال بي منكمل معكم نقلنا المباشر لمباراة منتخب لبنان اندر 16 ضد بيبلوس. الفريق الاول متقدم على الهاف تايم بفارق 22 نقطة 43-21. بيبلوس ما قدروا يسجلوا اكثر من 9 نقاط بالكوارتر الثاني. بذكر انه افضل سكورر بالجيم هو ستيفن فرح ب 12 نقطة وراء بيتر ذكرمان جان ب 8 نقاط. الكوارتر الثالث انطلق البوزيشن مع بيبلوس. فريدي استلم الهاند اوف منه لرواد عيد يلي ما قدر يسجل اكثر من 3 نقاط باول هاف. الي بدران عمل درايف وكارل ازح عمل الديفلكشن. 6 ثواني باقي لبيبلوس. افضل سكورر بيبلوس هن جوبو شاهين والي بدران كل واحد بالست نقاط. فريدي بجرب يقطع عن عبد الرحمن الصباغ بيسدد على امين معلوف بجرأة كبيرة قدر ياخد هد السجن وسجل مع الجلاس. اول سلة لفريدي خويري بالجيم. كان بيستلم الهاند اوف 12 ثانية باقي ليوسف خياط وزملائه. يوسف من برا لجوا عمل كل شيء لكن ما قدر ينهي. بيعطي الكيك اوت لجو ابو سمره بيتخلص من انتوني عساف بيسدد من الميد رينج وثيرد تشانس بيأمنها امين معلوف. ثلاث لاعبين عملوا ضعيف على ارض الملعب وفريدي خويري بيعمل سبرنت بالترانزيشن اوفنس. توفيق الصقر ريفرس لاي اب بايده الشمال. خامس نقطه لتوفيق بالجيم. صباغ استعمل هاي باس بيقطع على رواد بالكروس اوفر كيك اوت لعند كارل ازح بيعمل بامب فيك بيطلع لبرا لعند جو. 10 ثواني باقي على الشوت كلاك. يوسف خياط بيقطع عن انتوني بيقطع عن رواد بيسدد بصعوبه فقد السيطره على الستبس تبعه لكن امين معلوف عم يسجل نقطه الرابعه بالجيم. خمسة واربعين خمسة وعشرين. الاندر 16 عم يضغطوا بانحاء الملعب. توفيق بيخسر الطابه لكن اخر تاتش كانت على كارل ازح. عم يجربوا يزركوا لتوفيق صقر على الانترسكشن بيزيح نص الملعب والسايد لاين. يعني بهالحاله اذا لاعبين دافعوا عليه يعني كانه عليه اربع مدافعين. رواد بيلعب البيكر رول مع إلي بدران. إلي الظاهر كان عم يطلب التمريرة كان عم يطلب أنه كان لازم يتلقى التمريرة. الخطأ الأول على أمين معلوف. فريدي بيعمل جاب ستيب بجرب يقطع عن جو. إلي بيستعدد من الميد رينج ريباوند لصالح جو يلي بيستلم الهاي باس بيستلم ورا الارك عن جديد. كان بيسدد الوينج ثري الريباوند دفاع لإلي بدران. إلي عم يركب البيك لرواد عيد كيك اوت لعن توفيق صقر. انتوني عساف على البوست. رواد بعد معه 10 ثواني دبل كلتش تحت السله ما قدر يسجل على امين لكن إلي بدران عم يسجل سكند شانس بوينتس. 8 نقاط لقلوب الجيم. الفارق 18. كان ازح هالمرة بايده اليمين عم يخترق. الخطأ رقم 3 على انتوني عساف. اول لاعب عم يرتكب 3 اخطاء بهالجيم. وراه في توفيق صقر بخطأين. مثله مثل فريدي خويري وبيتر ديكرمانجيان. كارل بيضيع الفري ثرو الاولي
لهلا مسجل 4 نقاط. اول مره بيوقف على الفاول لاين. واحدة من اثنين. اول نقطه لكال بالكورتر الثالث. الفرق 19 للأندر 16. أنتوني بيقطع عن السكرين. عم جرب يعمل الدرايف. جرب يعطي باونس باس لكن مقطوع. الصباخ بالترانزيشن أوفنس. بيروح بالطعب all the way. الفولو بينجح فيها يوسف خياط. 8 أنت ليويو. الفرق 21. فريدي بيستلم ورا الارك بجرب بيعمل ميدل درايف بيعمل ستابس ان ان اوت. لو تسجلت المحاوله كان عنده رميه اضافيه لكن رح يكون عنده 2 فري ثروز. نجله للحكم الدولي الغني عن التعريف عادل خويري ولاعب فريق الاحياء بالدرجه الثانيه. الرميه الاولى nothing but net. هيدي الثالث نقطة لقلوا بالجيم. 2 من 2. الظاهر بيبلوس عم يلعبوا 1-2-1-1 زون بريس. وكعل بيسعدد اللعب كان قريب من التسجيل. الريباوند لقلي بدران. أمين عمل الديفلكشن لكن البوزيشن تبقى مع بيبلوس. رواد بيسعدد لونج ثري ان ان اوت. الريباوند ليوسف خياط يلي بينطلق بشكل سريع. لاعب كتير اكسبلوزيف بالدرايفز تبعه. وفريدي خويري لونج باس لانتوني عساف يلي بيسجل بايده اليمين. الفرق نزل ل 17 نقطة. واول تايم اوت بتين هاف عم يطلبه بوينت جارد فريق التضامن سابقا باتريك سيبا. One two one one zone press عم يلعبوها بيبلوس. براين منصور عم يعمل أول دخول له على الجيم. رواد عمل الريتش كان قريب يعمل ستيل. كريم ارتقل يلي كمان دخل لأول مرة. لعب فريق هوبس 12 ثانية باقي للأندر 16. يوسف بيسعدد عن 3. ريباوند هجومي لبراين منصور يلي كان له دور كتير كبير بتأهل فريق انرجي اندر 16 للنهائي. رواد قرى الباسنج لين عمل تبلا الطابة طلعت للاوت.
في اعتراض من بنش فريق بيبلوس قدام الحكم رواد جابي باعتبار انه اخر تاتش تكون او بالاحرى تكون البوزيشن لصالحهم. خمسة دقيقة وثلاث باقي من الربع الثالث والحكم بيعدل بقراره البوزيشن لصالح بيبلوس. إذا ماني غلطان حسب ما بذكر ضربت الطابة بالحكم وطلعت للأوت. أكيد ما فينا نحكم على المزبوط غير ما نشوفها بسلو موشن. رواد بياخد الكويك تري محاولة كتير سريعة. كريم ارتايل عم يلعبوا بلعبين طوال وسريعين واكسبلوزيف هن كريم ارتايل ويوسف خياض. أمين معلوف هو لاعب ديفنسيف سنتر لاعب عمره تحت 16 لكن قدر يربح بطولة لبنان أندر 18 كستارتينج سنتر لفريق أنرجي. أنتوني عساف بمرر الباص باس لرواد يلي بيهدي إيقاع الهجمة. سرقاتها أكتر شوي من نص الكوارتر الثالث. بنص الكوارتر الثالث قدروا بيبلوس يسجلوا أكتر من كل يلي سجلوه بتاني كورتر بالكامل. رواد بياخد الفاول قبل البلاك يلي عمله أمين. الخطأ على كال إزح. هذا الخطأ التاني على كارل يلي انطلاقته كانت بعمر الأربع سنين بنادي الكهرباء النادي يلي لعب لقاله كابتن الكهرباء السابق والده مارك إزح وكمان لعب الكهرباء السابق خاله روبير عماد. من بعد الكهرباء كارل انتقل لأنرجي بعمر السبع سنين. بفترة من الفترات كارل كان عم يلعب مع أنرجي أندر 14 أندر 16 وأندر 18. سجل سلة الفوز لمنتخب لبنان أندر 16 ضد إيران. أعطيتهم الفوز بلعب غرب آسيا بمرحلة الذهاب كان مفترض يلعبوا الإياب لكن ما عادت لعبت مرحلة الإياب. أنتوني بيستعدد بإيده اليمين الريباوند لصالح يوسف خياط. يوسف بيقطع عن أنتوني عطى الكيك أوت لبرايم منصور. كارل عمل ستابس وأخذ الفاول. براين كمان قبله لجو منصور يلي كانت أيامه الذهبية خصوصا مع التضامن. لعب كمان مع الرياضة بنهائي 2003 كان عم بيدافع بنهائي حكم الرياضة على فهد الخطيب. الخطأ رقم 4 على أنتوني عساف. الرمية الأولى إن أن أوت. بذكر أنه كمان جو منصور عدا عن سنين اللي لعبها بالدرجة الأولى كان من النجوم التاريخيين ببطولة الدرجة الثانية. كارل عم يسجل واحدة من اثنين. هذه نقطة السادسة بالمباراة 2 من 4 عن رمية الحرة. عم يدافع بهالوقت على توفيق. رواد استلم بالباونس باس. توفيق بيلعب البيك رول مع إلي بدران. فريدي بيخترع على البيس لاين كيك اوت لعند جوبو شاهين وديفنس كانت من كريم ارتايل يلي وقفوا قبل ما يوصل جو لتحت السلة. الحكم رواد جابي بيحتسب ترافل وجو تفاجأ من الصافرة الأخيرة. جو تنقل بين فرق عديدة نذكر منها ميروبا. كريم استلم على البوست عنده أدفانتج بالطول الظاهر على رواد عيد. كارل ما قدر يخلص الطابة. جو بيجرب يعمل سبرنت بالترانزيشن أوفنس قطع عن براين واثنين فري تروز لجوبو شاهين. هيدا خامس تيم فاول على الأندر 16. هاند تشيك على براين منصور هذا خطأه الأول بالجيم.
بيسجل الرمية الأولى. سبع نقاط لقلوب الجيم. واحدة من اثنين ريباوند ليوسف خياط وجوبو شاهين بيوقفوا بالفاول. بلوكينج فاول بيحتسب على الحكم رواد جابي. براين عم يطلع الطابع على البوزيشن 1. الفرق 17 للأندر 16، يعني مسجلين بس 6 نقاط بأول 6 دقائق و3 ارباع بهالكوارتر، ومسلسل الأخطاء عم يكمل. الخطأ رقم 3 على فريدي خويري يلي عم يطلع من الجيم، وبديله هو جيسون كيريلوس لعب فريق برينرز أندر 16. كريم ما قدر يستلم الباص باس وفليجرانت فاول عم تحتسبه الحكم الدولي جينيفر عموري. فليجرانت فاول لصالح توفيق صقر. اثنين فري ثروز مع بوزيشن للفريق الجبيلي. اول موسم لبيبلوس بالدرجه الاولى كان موسم 2010-2011، من بعد ما ربحوا لقب الدرجه الثانيه بقياده الكوتش جوم جاعس. بموسم 2013-2014 وصلوا للفاينل فور لأول مرة بتاريخهم بالدرجة الأولى. الموسم اللي وراه مع تحت اسم يو بي اي وصلوا لأول نهاية لقلهم بالدرجة الأولى من بعد ما عملوا سويب ضد الحكمة 4-0. رجعوا بموسم 2016-2017 وصلوا مرة جديدة للفاينل فور. توفيق سجل واحدة من اثنين. سادس نقطة لقلوب الجيم. ونخترع على السلة وسجل بقلب البينت. ثمانية نقاط لتوفيق صقر. الفرق نزل لأربعة عشر. كان 22 على الهاف تايم. كريم بيسدد بعد الكاتش. الريباوند هجومي لبراين منصور. كال بيسدد بعد الاكسترا باس وراح يكون عنده مش اثنين فري تروز، ثلاثة فري تروز من بعد الخطأ يلي ارتكبه رواد عيد. هذا الخطأ الأول على رواد بالجيم. الفرق حاليا عم نشوف النتيجة على سكور بورد، الفرق 11. تسعة وأربعين 38. كارل بيسجل الفري ثرو الثاني. لهلأ 3 من 6 عن الرمية الحرة. سبع نقاط لقلوب الجيم. بذكر أنه كارل ويويو ما بلشوا ستارترز بهالمباراة. رواد عيد عم يفسر للحكم رواد جابي أنه ما كان عامل فاول. اثنين من الثلاثة لكارل. واحدة وخمسين 35. رجع تصلح سكور فريق بيبلوس من بعد ما نزد له ثلاث نقاط. رواد كيك اوت لعن جوبو شاهين بيسدد الوينك ثري. الريباوند هجومي لصالح جو قطع عن يوسف خياط وخسر الطابة. دقيقتين وربع باقي من الربع الثالث. لهلا لاعب واحد واصل لعتبة العشر نقاط هو ستيفن فرح. ثمانية منهم سجلهم بالكورت الأول. موجود حاليا على أرض الملعب. يوسف خياط بيقطع عن جيسون بيعمل ستابس تخلص من مدافعين
فتح لنفسه الطريق للسلة وسجل مع الفاول. لاعب طويل وكتير سريع، عامل الطول بخليه يلعب على البوست إذا كان عنده أدفانتج بالطول، بخليه ياخد جام شات هو وفي إيد بوجهه لأنه لاعب طويل نسبة للبوزيشن تبعه. بعد موقف الكارتيلاج دو كروسانس تبعه، يعني عند الشباب الكارتيلاج بيوقف بعمر تقريبا 17-18، هو عمره أندر 16 عم يسجل الرمية الإضافية. لاعب طوله إذا ماني غلطان مترين وثلاثة. الفرق 19، آخر دقيقتين من الربع الثالث، 11 نقطة ليوسف بالجيم. عشر ثواني باقي لبيبلوس، وجوبو شاهين بإيده الشمال سدد بإيده الشمال وأخذ الفاول. الخطأ على كريم رطايل. الخطأ الثاني على كريم يلي عم يطلع من أرض الملعب وعم يتلقى التعليمات من الكوتش باتريك سيبا. جو بيضيع الفري ثرو الاولي لهلا منه موفق، بلش بوحده من اربعه. الفريقين تخطوا الفاول ليميت، بيسجل نقطه الثامنه. كال بيستلم الكيك اوت، بيسدد وينج 3 ان اند اوت، الريباوند لجوبو شاهين يلي خلص الطابة على القد. من حسن حظه انه توفيق صقر كان قريب منه لحتى قدر يوصل الطابة لحدا من التيم ميتس. اترينز شرب الاغناطيوس عم يسجل اول سلة لقلو بهالمباراة. الفريق 15. يوسف عم يجرب يتلاعب بجيسون كيريلوس، كاد يخسر الطابة، بحافظ على البيفوت فوت. ست ثواني باقي للأندر 16. كعل بيعطي كيك اوت لرودي حاج موسى يلي بيسدد بعد الدبل كلاتش، ريباوند هجومي ليوسف خياط يلي بيضيع. محاولة فاست بريك من جيسون، بيعمل ستابس راح بالطابة اول ذا واي وسجل ريفرس لاب حلو كتير. أول نقطتين لقلو بالجيم. فارق 10 ثواني تقريبا بين الجيم كلوك والشوت كلوك، ممكن تكون هيدي البوزيشن ما قبل الاخيره. وتوفيق صقر بيعمل ستيل، بيعمل ستابس، ما قدر يسجل على رودي. الريباوند لبراين منصور يلي دعس على البيس لاين. أربعتاشر ثانية باقي من الربع الثالث، في فارق ثاني واحدة بين الجيم كلاك والشات كلاك. توفيق بيلعب البيك رول مع إلي بدران، بيعمل سبين بقلب البينت، قدر يمتص الكونتاكت يلي صار بينه وبين بيتر ديكرمانجيان. الخطأ احتسب على ستيفن فرح قبل 3.1 ثواني من الربع الثالث. الرمية الأولى nothing but net. 9 نقاط لتوفيق بالجيم. اثنين من اثنين. أول لاعب بفريقه عم يوصل للعشر نقاط، بعد فيه ثانيتين، ثاني واحدة جيسون بيسدد على البازر، ما بينجح بالبازر بيتر. والكوارتر الثالث مشاهدينا عم ينتهي بتقدم 11 نقطة لمنتخب لبنان أندر 16 على بيبلوس. النتيجة 54-43 بالربع الثالث. بيبلوس قدروا يسجلوا أكثر من كل يلي سجلوا بأول اثنين كوارترز، مقابل 11 نقطة بس للأندر 16. قدروا يعطوا حالهم شوية أمل بالرجعة للمباراة. كيف رح يكون الوضع بالكوارتر الرابع؟
الكورت الرابع رح يبلش. تذكرت شغلي كمان عدا عن بيو خاله عمو جيسون ازح, عمو لكارل ازح كمان لعب مع فريق الكهرباء يلي انطلق منه كارل. الكورت الرابع بلش. ستيفن على الالبو كيك اوت لعند كارل, قدر يتلعب بشربل اغناطيوس لكن التسديده كانت صعبه. ريباوند لصالح شربل يلي كان موجود بتشكيله بيبلوس بالدرجه الاولى. توفيق صقر جرب بمر لتحت السله لعند الي, تون اوفر على بيبلوس. ديمتري استلم الباونس باس عم يجرب يعمل بوست اب موف على جيسون. ستيفن متروك اوبن بيستعد بعد الكاتش, بيبقى رصيده على 12 نقطه. تاني افضل سكور بالجيم هو يوسف خياط ب 11. يوسف عم يبلش الرابع كورتر على البنش. الي بيستعد بقلب البينت, الريباوند لديمتري نادر, والي بدران موجوع على الارض على امل ما يكون عنده اصابه قويه. عم يتم معالجته بأرض الملعب قبل ما يصير التبديل. أكيد لاعبي منتخب الأندر 16 والمدرب جورج عجع عم يقربوا ليطمنوا عنه تحت أنظار الحكمين رواد جابي وجينيفر عموري. بيجوز يكون معه كرامب اللاعب إلي بدران. لهلأ بهالمباراة مسجل 8 نقاط, عم يقوم وينط على إجر وحدة. فريق بيبلوس بهالوقت عم يلعب من دون ولا اي بيج جاي, بذكر انه عم يغيب عنهم ناهي خوري بسبب الاصابه. رودي عم يطلع طابع على البوزيشن 1 لاعب فريق ان اس اي, كمان كان موجود بتشكيله ان اس اي اندر 18 ببطوله لبنان يلي ودع ان اس اي بالدور ربع نهائي ضد الحكمه. شربل باونس باس لتوفيق يلي زحط على ارض الملعب, ثلاث لاعبين زحطوا على الارض. عم تم تنشيف ارض الملعب بالباك كورت بالوقت يلي الطابه موجوده بالفرونت كورت. بيتر بجرب يقطع عن توفيق, عمل ستابس واخذ الفاول. الخطا الثالث على توفيق. لهلأ ما حدا سجل بأول دقيقة ونص بالكورتر الرابع. اليوم سجل بيتر 8 نقاط, بيضيع الرمية الأولى. بيضيع تاني كمان, الريباوند لشرب الأغناطيوس. أندر 16 الظاهر عم يلعبوا 1-3-1. فريدي خويري استلم ورا الأرك, باونس باس لعند جيسون, بيعمل ستابس بقلب البينت, أوت سايد تسديدة كورنر 3, بيضيع الشرب الأغناطيوس. الريباوند لرودي حاج موسى. بيتر استلم على الكورنر بمر انصعد لكارل ازح يلي بيضيع بايده اليمين, لكن ديمتري نادر بيعمل باونس بعد السكند شانس وراح يوقف بعد السله على الفاول لاين. الخطا على جوبو شاهين باعتبار انه عمل بوش حسب ما اكد الحكم. الخطا الثالث على جو,
أول سلة بالكورتر الرابع أجت بعد مرور دقيقتين وتسع ثواني. هيدي السادس نقطة لديمتري بالجيم. بيضيع الفري ثرو، ريباوند لفريدي خويري. توفيق بيقطع عند متري، بيساعدت فوقه لرودي يلي عم يفسر انه كان معلق ايديه من دون ما يعمل فاول، لكن اعتبرت شوتينج فاول على رودي. لهلا بيبلوس عملوا خطأين بهالكوارتر مقابل خطأ وحيد على الاندر 16. توفيق اليوم سجل 10 نقاط، هو أفضل سكورر بفريقه. بيضيع الرمي الأولي، منه موفق اليوم بالفاول شاتس، 3 من 7 عن الرميات الحرة. بيضيع الثاني كمان، ديمتري ما قدر يسيطر على الريباوند لأنه شربل سرق الطابة. شربل بيسدد الكورنر 3 ان اند اوت، ريباوند لستيفن فرح. رودي بيروح بالفاست بريك، بيعطي كويك باس لديمتري نادر يلي بيضيع الجامب هوك، واخر تاتش كانت على رودي. رواد عين عم يرجع لارض الملعب بدلا من توفيق صقر. جيسون بيستلم على البوست بمواجهة الـ 1-3-1. رواد ستام كيك اوت، اكسترا باس لجيسون، بيسدد الكورنر 3، سبلاش. جيسون كيريلوس عم يسجل خامس نقطة، أول ثلاثية لقلوا بالجيم، الفارق نزل لعشرة. بذكر أنه على الهاف تايم أندر 16 كانوا متقدمين بـ 22. بيتر على القلبة وكيك اوت لعند رودي، بيعمل ستابس دبل كلاتش، محاولة فنية منا ناجحة. فاست بريك 3-1، جيسون بيخسر الطعبة، لكن شرب الأغناطيوس كان موجود بالمكان المزبوط ونزل الفارق لتحت العشر نقاط لأول مرة من وقت كتير طويل. تايم اوت عم يطلبوا المدرب باتريك سيبا، هيدا تاني تايم اوت بيطلبوا بتاني هاف، بعد بحق له بتايم اوت وحيد بالوقت الباقي من الوقت الأصلي من الجيم. بالنسبة لوضع الأندر 16 بتاني هاف، بأول 13 دقيقة ونص لعب ما قدروا يسجلوا أكثر من 13 نقطة، يعني بمعدل أقل من نقطة بدقيقة، بينما بيبلوس سجلوا 27 نقطة 27-13 ران. بيبلوس عم يلعب زون بريس، ستيفن تمريرة سريعة على تحت السلة لعند بيتر ديكلمان جعان. بالرغم من انه ما كان محافظ على كل البالانس تبعه، قدر يسجل هو وعم ياخد الفاول.
10 نقاط لبيتر بالجيم. ممكن يعملون 11. الخطأ الرقم 4 على فريدي يلي كمان عم يعبر عن استيائه من الصافرة الأخيرة. بيضيع الرمية الإضافية. ريباوند لستيفن فرح يلي بمرر هو على الأرض. كال بيعمل ميدل درايف كيك اوت لستيفن اكسترا باس لرودي يلي بيقطع عن شاربل. كال كمان بيعطي اكسترا باس طبعا عم تبرم على البريمتر. رودي جرب يفضح حاله عن تريم ما بينجح بالبازر بيتر. شاربل نقل الطابة بيهايند ذا باك. بيتر جاي على جاي عليه بمحاولة لنستيل لكن شاربل بين اربع لاعبين قدر يسجل بايده الشمال. هيدي السابع نقطة لقلو بالجيم. الفارق رجع لتحت العشرة. ستيفن بيستعدد للجامب شوت ان ان اوت ريباوند لبيتر ديكل من جان سلة تاني غالي كتير. اربع نقاط بلحظات حساسة لمنتخب الاندر 16 سجلهم بيتر ديكل من جان. ويوسف خياط عم يرجع على الجيم مكان رودي حاج موسى. بيتر منه موفق عن الرميات الحرة لهلأ 2 من 6. كمان هنا عم يضيع الريباوند لصالح فريدي. بيك ركب له ياه جيسون. سيطر على الطابة بصعوبة. ستيفن عمل جود جامب كان قريب يعمل ستيل. شربل يعمل بوب فيك بفضل حاله عن 3 اير بول الريباوند لصالح بيتر يلي بيروح بسرعة بالترانزيشن اوفنس بيروح بالطعمة all the way. سربرايز تشوفوا شاهين فاجئوا من الخلف بالبلوك. الايزي لاعب ضيع رواد عيد الفرصة الثانية ضيعها جو. الثالثة توقف فيها بالبلوك وخطأ على جوبو شاهين مثل ما بيقول الحكم رواد جابي. جو متفاجئ من الصافرة الأخيرة. اعتبر الحكم انه جو استعمل كوعه. الخطأ رقم 4 على جو. النتيجة حاليا 60-50. 5 دقائق و2 باقي من الجيم. 3 لاعبين بفريق بيبلوس عندهم 4 أخطاء. أنتوني عصاف جوبو شاهين وفريدي خويري. بينما أكثر لاعب بالأندر 16 مرتكب خطأين. ستيفن بيسجل فري ثرو الأولى. نقطة ال 13. هيدا أول نقطة لإله من الكوارتر الثاني. اثنين من اثنين 14 نقطة لستيفن فرح. هو أفضل سكورر بالجيم حاليا. جو بيعمل ستابس بينقل الطابة لإيده الشمال وبيسجل مع الجلاس. هو أفضل سكورر بفريقه ب 12 نقطة. رواد قدر يعمل ستيل بيعطي الراب راوند باس لتشوبو شاهين يلي بيعادل ستيفن فرح كأفضل سكورر بالجيم. الفارق رجع لتحت العشرة. هل رح يقدر ينزل الفارق لتحت 8؟ 4 دقائق و42 ثانية باقي من الجيم. جو ما زالوا غير موفق عن الرميات الحرة. ريباوند غالي كتير لشرب الأغناطيوس لكن حرقوا ببقت باس. يوسف خياط بحافظ على الطابة. ستيفن استلم السكيب باس. يوسف بيسدد بعد الكاتش. الريباوند دفاع لجيسون كريلوس. باس باس لرواد عيد. تو ستابس تو بوينتس. 5 نقاط لرواد عيد بالجيم. الفير نزل لستة. بيبلوس رجعوا للمباراة بطريقة صعبة انها تتصدق. وبعد باس بترد البوزيشن لأصحاب الأرض. إذا ماني غلطان هيدي أول سلة لرواد من الكوارتر الأول. تايم أوت عم يطلبوا الكوتش جورج جعجع.
هون التايم اوت طلبوا الكوتش جورج بالوقت يلي بيبلوس كان عندهم المومنتوم، ممكن لانه لعيبته بارض الملعب كانوا تعبانين فيزيكلي، ما حدا بيعرف شو الاسباب يلي دفعت بطلب التايم اوت، ما فينا نحكم. ممكن لحتى يعمل تغيير تكتيكي معين، ممكن يشكل أخ خطر أكبر على الأندر 16. صار سيناريو مشابه نوعا ما، مش كتير 100% هو ذاته بماتش أندر 16 والرياضي بالمنارة، اضطروا أندر 16 يطلبوا تايم أوت لأنه كانوا اللاعبين بأرض الملعب سوبر تعبانين، ما كانوا عم يلعبوا بروتيشن كبيرة بتاني هاف. بصلح بدي صلح شغلة جو، صار برصيده 12 نقطة بالجيم مش 14 بحسب السكور بورد بالملعب. رواد استعمل باونس باس، زيركينو كانوا بالتراب وعطى بعد باس 3 على 2 الاندر 16 عنده للادفانتج، وبيتر ديكامانجيان بيغلب الديفنس. 14 نقطة لقلو بالجيم، بيتعادل هو وستيفن فرح كأفضل سكوررز. هل المنتخب أندر 16 رح يسترجع المومنتم من بعد التايم اوت الأخير؟ الحكم بيقول آخر تاتش كانت على يويو. 3 دقايق و3 أرباع باقي من الجيم. فريدي استلم الباونس باس، عم يدافع عليه يوسف خياط. 6 ثواني باقي لبيبلوس. فريدي بعد معه ثانيتين، بيخترق على ستيفن فرح وبيسجل البوزر بيتر، بيقلص فيها الفارق لست نقاط. ست نقاط لفريدي بالجيم. والأندر 16 عندهم 2 فري تروز من بعد الخطأ اللي احتسبته الحكم الدولي جينيفر عموري. الخطأ الثالث على رواد عيد. هل بيتر رح يقدر يلاقي حاله عن الرمية الحرة؟ بيسجل الرمية الأولى، نقطة 15. واحدة من اثنين ريباوند، بيسيطر عليه جو. جو بيروح بالطابة all the way وبياخد الفاول بدوره، تالت تيم فاول على الأندر 16. ما في فري ثروز. الخطأ الثاني على ديمتري نادر. جو بيستلم ورا الارك، بيسدد عن تري، عم يكون عنده الهوت هاند بالفريق الجبيلي وعم يرجعنا على المباراة. الفارق نزل لأربعة، جو صار أفضل سكورر بالتساوي مع بيتر ب 15 نقطة. هذا أول ثلاثي لقلوا بالجيم. ديمتري بأمن الساكند شانس وبيسجل تحت السلة، 8 نقاط لديمتري نادر. جيسون بيخترع على البيس لاين، بيوصل تحت السلة بيضيع لياب، الريباوند لديمتري نادر. ستيفن فرح هدى إيقاع اللعب، بيسلم الهاند أوف لكع الأزح. ستيفن بيعمل البيك، الفرق 6، دقيقتين ونص باقي لنهاية الجيم. ستيفن متروك أوبن عن 3 ولوس بول فاول عم يحصل عليها فريدي خويري. الخطأ على ديمتري نادر مثل ما أكد الحكم رواد جابي، الخطأ رقم 3 على ديمتري. رواد بيسعدل لوك 3 سبلاش،
بيبلوس عم يخنقوا أندر 16 من بتقديد الفارق. الفارق نزل لثلاثة، كان أزح سريعا وسعوا لخمسة. تاني ثلاثية لرواد عيد بالجيم، هيدي نقطة تامنة، خمسة منهم أجوا بالكوارتر الرابع، بينما كارل عم يسجل نقطة العشرة بالجيم. الفرق خمسة، أقل من دقيقتين باقي. بذكر أنه الأندر 16 باقي لهم تايم أوت وحيد، بيبلوس عندهم اثنين تايم أوتس. من ناحية التيم فاوز، كل ديفنسيف فاول رح يعطي الفريق التاني فري تروز. جيسون كده يخسر الطعبة، بيركب البيك لجوبو شاهين يلي بيسدد اوف ذا دربل، هالمرة عم يضيع الريباوند لديمتري نادر. مين رح يكون الديسيجن ميكر عند الأندر 16؟ كان أزح جرب يغلب رواد بالكروس اوفر، يوسف خياط بيعمل ستابس بيسدد من دون بالانس، ريباوند غالي كتير لديمتري نادر، غالي كتير، نقطتين غاليين كتير، ممكن يريحوا الأندر 16 بنسبة كتير كبيرة. عشر نقاط لديمتري بالجيم. إليو كاماتو عم يتحضر على على مقعد التبديل من ناحية بيبلوس. نو واي، رواد عيد عم يسجل من مسافة كتير بعيدة. المدرب جورج جعجع كمان كان عم يطالب بالفعل من وراء الكونتاكت يلي صار بالتسديدة الأخيرة. 11 نقطة لرواد، 3 3 بوينتس. كعل بيسدد عن 3 عم يضيع الفرق 4، لكن يوسف خياط عم يرد الفرق ل 6. ثمانية نقاط لرواد عيد بالكورتر الرابع. يوسف خياط سجل نقطة 13، الفرق 6. رواد بده يسدد كويك 3 عم يضيع ريباوند هجومي لإليو كاماتو. مين رح ياخذ التسديدة؟ جوب بيعمل سبين بيسدد بعلب البينت وبقلص الفرق الأربعة. التايم أوت الأخير بالوقت الأصلي للأندر 16 عم يطلبوا الكوتش باتريك سيبا بهالوقت. سبعتعش نقطة لجوبو شاهين، 11 منهم اجوا بتاني هاف، هو أفضل مسجل بالجيم ورا بيتر ديكرمانجيان ب 15، ستيفن فرح ب 14، ويوسف خياط ب 13. في لاعبين كمان مسجلين 10 نقاط، وفي رواد عنده مسجل 11 نقطة. ثلاثة وسبعين تسعة وستين، ثلاثة وثلاثين ثانية فاصل اثنين. من وين أندر 16 رح ياخدوا الطابة؟ رح ياخدوا الطابة قبل نص الملعب ليضيعوا وقت أكتر. هل بيبلوس رح يفكروا بالانتنشنال فاول على لعب منه موفق بالفري ثروز بهالمباراة؟ لهلا برابع كورتر، 26 نقطة لبيبلوس مقابل 19 للأندر 16. 33 ثانية فاصل 2. تراب على كال أزح، الحكم يوقف اللعب. خطأ على جوبو شاهين يلي عم يودع الجيم بالخطأ الخامس. بديله هو جورجيو أزي. كارل بهالمباراة نسبته 57%، نسبة متواضعة عن الرميات الحرة. عم يسجل بالماني تايم. احداعش نقطة لقله بالجيم. والده لبس رقم 11 بأغلب فترات كاريرته، لبس هيدا الرقم تأثرا بنجم ديترويت بيستنز السابق ايزايا تعمس.
حسن كان نسبته ل 67% 6 من 9 12 نقطة له بالجيم. الفرق 6 المدرب جورج عشا طلب التايم اوت لكتير اسباب من بيناتهم ياخذوا الطابة من بعد نص الملعب يرسموا بلاي لحتى ياخذوا تسديدة سريعة. على الورق بين اللاعبين ببيبلوس يلي قادرين يكونوا على أرض الملعب، رواد عيد عنده الهوت هاند، سجل ثلاثيتين برابع كوارتر، ممكن يرسموا بلاي لقاله ليأخذ تسديدة ثلاثية. بما أنه جوبو شاهين هو أفضل سكور بالفريق لكن ودع المباراة بخمس أخطاء، ممكن رواد عيد يكون الفيرست أوبشن بهالبلاي عن فريق بيبلوس وممكن يعتمدوا على عنصر المفاجأة. بذكر انه جورج جعجع هو الموسم الماضي كان اصغر مدرب بالبطوله، هو مواليد ال 95، حسب معلوماتي الشخصيه هو ثاني اصغر مدرب بتاريخ بطوله لبنان درجه اولى بالعصر الحديث، لانه في المدرب مروان خليل درب التضامن بعمر اصغر بسنه 2000 بمباراه ضد الورديه. جيسون بيستلم بجرب يخترع على البيس لاين، التمريره بتضرب بيوسف خياط، عم يحطوا لاعب طويل وسريع على رواد عيد اللي هو ستيفن فرح لحتى يمنعه ياخذ التسديده. هون صار في سويتش صار عليه يوسف خياط، جيسون بيسدد بعد الكاتش، الريباوند لكال ازح يلي بياخذ الانتنشنال فاول. بنسبه كبيره المباراه انتهت على الاقل منطقيا لكن حسابيا بعد في احتمالات، لكن إذا سجل كارل على الأقل واحدة من اثنين بنسبة 99% بيكون نهي الجيم. الرمية الأولى إن أن أوت. نعشر نقطة لكارل، 6 من 10 عن الرميات الحرة. بيسجل واحدة من اثنين، هيدا نقطة ال 13. كيف رح يلعبوها بيبلوس لهالبلاي بعد بحقلهم كان بتايم اوت وحيد؟ جيسون فضل ما يسدد، عم ينبشوا على رواد، عم يدافع عليه بيتر، توفيق بجرب تحت السلة، المباراة وصلت لآخر 10 ثواني. ستيفن فرح سيطر على الطابة وأخذ الخطأ من توفيق صقر، هذا خطأ الرابع، 5 ثواني ونص باقي. فأذن الأندر 16 اقترب من تحقيق تاني فوز له بهالبطولة بتعادله مع بيبلوس و NSA، أو بعتذر بتعادله مع بيبلوس. فرق المواجهات بيكون حاليا للأندر 16، ساعتها إذا NSA بيخسروا بكرة ضد أنيبال أندر 16 بيخلصوا مرحلة القلية بالمركز الثاني بهالجروب، إذا NSA بيربحوا بنفوت بعملية السكور ديفرنس بالمواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة المتعادلة. بعد في ثلاث ثواني، ثانيتين، ثاني واحدة، تسديدة على البازر، جيم اوفر. منتخب لبنان أندر 16 بمباراة سيطر عليها من ناحية التقدم لكن كان تقدمه بوضع حرج بعد الكامباك اللي عملوها بيبلوس. منتخب لبنان أندر 16 عم ينهي المباراة بفوز بفارق 8 نقاط 77-69. بالنسبة لأفضل سكوررز بالجيم، جوبو شاهين من ناحية بيبلوس سجل 17 نقطة وراء ستيفن فرح وبيتر دكر من جان، كل واحد منهم ب 15، يوسف خياط وكال أزح كل واحد منهم ب 13. كنا معكم على اللايف كوفريج صفحة لابنيز باسكتبول فيدريشن وتطبيق ألفا سبورتس مع نهاية نقلنا المباشر
من مجمع الرئيس ميشيل سليمان بجبال من إلكون Good Nights.